السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس ياسين، مؤسس إبداع تكنولوجيا. اليوم فيديو جديد، طبعا تكملة لفيديو الدكت وقطع الدكت. احنا ان شاء الله راح نعمل فيديوهات تفصيلية لكم، توضيحية بمعلومات دقيقة وواضحة حتى تكون مفيدة للجميع. طبعا في عندنا قطعة الدكت بشكل عام، سواء المستقيمة او الالبو او الريديوس. طرف التوصيل، طرف التوصيل هون راح يكون عندي طرف، هذا الطرف، طرف مستقيم والطرف الآخر المقابل له ما في شيء مستقيم، والطرفين هذا الطرف والطرف المقابل راح يركب عندنا S، وهذا الطرف مثل ما عم تشوفوا هاي، هذا الانثناء اللي بيتم في مصنع الدكت من الطرفين بتركيب السي. احنا ورجيناكم السي، شفتوها في فيديو سابق. يتم تركيب القطعة الثانية على القطعة الأولى، وبالتالي يصير عندي انثناءتين مع بعض، ويتم تركيب السي في هذا المكان. بكون عندي هالشكل، تدخل السي، فعملية تثبيت القطعة تتم، وهذا الطرف بيكون في عندي S بس لعملية التوصيل بشكل صحيح، بحيث يكون المسار صحيح 100%. طبعا مثل ما عم تشوفوا هاي القطعة اللي عندي اسمها شو او مخرج الهواء الفرعي. هاي القطعة بتركب على دكت رئيسي. مثل ما عم تشوفوا هاي الزاوية 45، الزاوية 45 هاي لتسهيل خروج الهواء من الدكت الرئيسي اللي ماشي الهواء بيكون بهاي الجهة، خروجه بشكل عمودي من الشو. فطبعا وجود هاي الزاوية او الشطفة يسهل عملية خروج الهواء، بدونها طبعا الهواء راح يسلك المسار الأسهل، وبالتالي ما راح يخرج عندنا كمية كافية من الهواء نتحكم فيها احنا من خلال دامبر او الديفيوزر او الجريل. طبعا هون الجهة هاي للتثبيت على الدكت الرئيسي، اربع جهات مثل ما بتشوفوا هاي تقريبا بارتفاع 2 سنتي، يتم تثبيتها على الدكت الرئيسي وتثبيتها بالبراغي من اربع جهات. لو فرضنا احنا انه هاي الدكت الرئيسي، يتم تثبيتها على افتراض في هذا المكان، ويتم قص المستطيل من الداخل على نفس الابعاد، ومن ثم تثبيتها بالبراغي من الاربع جهات. طبعا هاي الامور التصميمية ان شاء الله راح نبينها لكم، تابعونا على القناة وراح تلاقوا كل شيء مفيد بإذن الله بالتفصيل. طبعا هاي نوعية الصاج اللي احنا بنستخدمه، الغرير للحديد والألمنيوم، Made in UAE، صناعة دولة الإمارات العربية المتحدة. نوع ممتاز من الصاج. طبعا بهاي الطريقة بتمنى يكون الفيديو مفيد لكم، وجميع القطع عملية التوصيل إليها بنفس الطريقة. يكون في عندنا الطرفين لتركيب السي، هذا الطرف والطرف الآخر، والطرفين لتركيب الاس. ويعطيكم ألف عافية.